اشترك في قناة قصة حياة وقم بتفعيل الجرس لمتابعة كل جديد أولا بأول. التوأم الأغرب على الإطلاق، شيفاناث وشيفرام، يمشيان مثل العناكب ويرفضان الانفصال. جميعنا قد رأى أو سمع بالحد الأدنى عن حياة التوائم والكيفية التي يتشابهون بها وإلى أي درجة يمكن أن يصل هذا التشابه، حتى أنهم قد يعيشون في روح واحدة، لكن الأمر مع شيفاناث وشيفرام مختلف عن باقي التوائم، فهما توأم غريب جدا وملتصق. إنهما لا يعيشان بروح واحدة فقط بل بجسد واحد كذلك. فما هي قصة هذا التوأم الذي يعتبر أغرب توأم على الإطلاق؟ هذا ما سنذكره لكم من خلال الفيديو، تابعوا معنا. ولد هذا التوأم في منطقة فقيرة جدا وسط الهند، وهما يعانيان من ظاهرة نادرة للغاية، بحيث يمتلكان الساقين فقط عوضا عن 4، بينما يمتلكان 4 أذرع. هذا ما تسبب بضجة كبيرة في البلاد، وخصوصا أن بعض البسطاء في ذلك البلد كانوا يظنون أنهما تجسيد إلهي يجب عبادته. على الرغم من المعاناة التي يعيشها هذا التوأم، إلا أنهما تكيفا مع ذلك ويعيشان دون مساعدة من أحد حتى والديهما، فهما تعلما كيفية المشي مثل العناكب، كما أنهما يصعدان درجة منزلهما بدون أي مساعدة، بالإضافة إلى العديد من الأمور الأخرى التي فاجأت الكثيرين، ومنها مساعدتهما لبعضهما البعض أثناء الاستحمام أو في ارتداء ملابسهما وتسريح كل منهما لشعر الآخر، أو في كيفية جلوسهما وتناولهما للطعام بكل تناغم. وعلى الرغم من أنهما يمتلكان معدة واحدة، لكن رئاتهم متعددة ولكل منهما قلب خاص به. يلعب شيفاناث وشيفرام الكريكت ويذهبان إلى المدرسة بصورة طبيعية بمساعدة من الكرسي المتحرك، وهما من الطلاب المجتهدين والأوائل في المدرسة، ووالدهما يفخر بهما على تفوقهما. وقد صرح بعض الأطباء ومنهم الطبيب كريشان شوغ أن هناك إمكانية لفصل هذا التوأم، لكن شيفرام لن يعيش بشكل طبيعي ولن يمشي مطلقا، لأن الجزء السفلي من جسم التوأم ينتمي إلى شيفاناث الذي من الممكن أن يعيش بصورة طبيعية بعد مرحلة تأهيل طويلة. إلا أن هذا الأمر اصطدم برفض والد التوأم الذي رفض عملية الفصل بشكل نهائي، قائلا أنه حتى لو توفرت لديه الإمكانية المادية لعملية فصل التوأم فلن يقوم بها، مبررا الأمر بأن إرادة الله هي التي جعلتهما يخلقا بهذه الصورة، ولذلك عليهما تقبل الأمر وأن يتكيفا على حياتهما معا. كما أن شيفاناث وشيفرام دعما قرار والدهما، وأكدا كذلك على رفضهما الانفصال وبأنهما يريدان العيش على حالتهما هذه، وبأنهما كذلك قادرين على مواجهة كافة التحديات مستقبلا، ومنها صعوبة إيجاد الوظيفة أو الزواج وهما بهذه الحالة. اكتب لنا في التعليقات رأيك بما شاهدت للتو، ولا تنسى دعمنا بتسجيل الإعجاب ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما لا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. أما إذا أردت مشاهدة المزيد فاختر واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامك الآن.